ضم وتزول، يا ما تحديتي الخطر، يمكن وايد اخطار وايد امور صعبه مرت علينا في دوله الكويت، فان شاء الله احنا قادرين ان يعني نعدي هذه المرحله الخاصه بفيروس كورونا. الحين عندي لقاء شوي راح يكون مختلف، راح تشوفون ليش هو مختلف، مع احد ابطال الصفوف الاماميه في وزاره الصحه واللي قاعدين يقومون بدورهم الكبير ودور الجبار في مواجهه انتشار هذا الفيروس. نبي نرحب معاكم بالدكتور عدنان الهدلق، رئيس قسم قلب الأطفال في المستشفى الصدري، واللي حاليا يرقد في مستشفى جابر بعد إصابته بفيروس كورونا. يا هلا دكتور، والحمد لله على السلامة، ما تشوف شر. أنا مو سامع الصوت، الصوت طالع، ما يخالف دكتور دقائق بس نضبط أنا الصوت أسمعك. معانا سامعني دكتور؟ ما في مشكلة، أنا ما أسمعك. تشوف شر دكتور، ألف سلام عليك. شر ما يجيك، الله يسلمك. الله يخليك. في البدايه نبي نتكلم ونطمن على صحتك ونطمن الساده المشاهدين، شلون صحتك الحين بعد الاصابه؟ اللهم لك الحمد. بعد فتره من الشعور بالحراره والسخونه والتعب، الحمد لله خلال اليومين اللي فاتوا انحسرت الحراره وتوقفت. حاليا احتاج شويه الاكسجين عشان التنفس، ولكن باذن الله يعني اليوم في نتائج ايجابيه، وان شاء الله راح يبلشون يشيلون الاكسجين مني عما قريب باذن الله. ان شاء الله، امين يا رب. دكتور كلمنا عن اصابتك، شلون تم اصابتك بهذا الفيروس؟ والله اخوي عبد الله انا ماني متاكد بالضبط في اي مرحله من مراحلي في العمل اصابني، ولكن اللي اعتقده انه هو في العشر الاواخر من رمضان، احتكاكي مع احد المرضى او الطاقم التمريضي والطبي. وبدا معي تقريبا يوم 21 الشهر، لما استيقظت من النوم ولقيت نفسي مصاب بصداع شديد وارهاق والم في الجسم. بنفس اليوم ارتفعت حرارتي واخذت مسحه، رحت المستشفى واخذت مسحه، والنتيجه الاوليه لاول مسحه طلعت سالبه. بعدين استمرت الحرارة معي 5 أيام، والألم والتعب ازداد، وأصابها رجفة في الجسم وإسهال وإنهاك شديد مع صعوبة في التنفس. وقتها عدت المسحة مرة ثانية في مستشفى الأميري، والحمد لله يعني طلعت النتيجة إيجابية. وقتها وجهوني مرة ثانية إلى مستشفى جابر ولقوا الأكسجين نازل، فاضطروا أنهم يدخلوني الجناح وبلشوا معي البروتوكول العلاجي مع الكورونا. نعم دكتور، يعني حضرتك اول ما تلقيت الخبر، اليوم احنا قاعد نتابع يمكن وايد ناس لما تم اصابتهم، رده الفعل بصراحه قاعد تكون مختلفه، يعني في ناس قاعده تمسك تليفون تعلن من خلال التواصل الاجتماعي. انا اليوم اول ما عرفت ان حضرتك معانا دخلت على التويتر الخاص فيك، شفتك ان حضرتك مو معلن، لكن في ناس من الطاقم الطبي اكيد زملائك كلهم اعلنوا هذا الشيء. انا بعرف رده فعل المريض لما يبدي ويعني عرف ان النتيجه تكون يعني ايجابيه وانه يحمل هذا الفيروس. والله اول شيء القبول في قضاء الله، انا الحمد لله قبلت في قضاء الله، ولكن اول شيء على بالي هو خوفي على اسرتي، على امي وابوي وزوجتي وبناتي واخواني واخواتي اللي انا عايش معاهم. خفت اني اكون جبت لهم مرض شديد عليهم، او ممكن ان افقد احد منهم بسبب هذا المرض، مع ان انا اخذت الاحتياطات كامله. يعني كطبيب انا معرض حق هالشغله بشكل يومي اثناء تعاملي ويا المرضى، فاللي تم كان اعتزالي الجلوس مع امي وابوي، ولا الله يحفظهم، واعتزالي يعني اطفالي وعيالي، وكنت اقعد في غرفتي لوحدي، ولكن الحمد لله لحد الحين ما حد فيهم مصيب. هذا نعمه من رب العالمين، واحمده واشكره عليها يوم وليل ونهار ان شاء الله. الحمد لله. اما بالنسبه للي اصابني، للي اصابني انا مسلم نفسي لله، يعني الحمد لله. لا ان شاء الله تقوم بالسلامه يا رب، يعني كونك طبيب وتعالج الناس، واليوم حضرتك موجود في مستشفى جابر، ودي لو تصف لي يعني هناك شلون الاجراءات اللي قاعد تتم كمريض هالمره وليس كطبيب. انا ماخذ دور المريض بشكل كامل هنا، ما قاعد ادخل في البروتوكولات العلاجيه. اشوف كل الهيئه التمريضيه يعني والطبيه ما قصروا جزاهم الله خير، ماشيين على البروتوكولات ومتخذين كل الاجراءات من كمامات وملابس وقائيه، ويقومون بيواجههم على اكمل وجه.
الصعوبة فقط في إحساس العزلة اللي المريض يحسها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بعيادة المريض، ولكن في الحالة هذه ما يجوز لعيادة المريض. فإحساس العزلة هذه اللي هني الواحد يحسها، ابتعادك عن الأسرة، ابتعادك عن حتى الطاقم الطبي، ياخذ احتياطات شديدة، يكلمك من مسافة كافية علشان يحمي نفسه ويحميك. هذه الشغلة اللي لاحظتها هني في المستشفى. نعم، يمكن دكتور. أما بالنسبة للبروتوكول العلاجي، عبارة عن حقن مسيلة للدم وفيتامينات ومخفضات للحرارة، والحمد لله أنا ما اضطريت إني أخذ مضاد حيوي، ولله الحمد. الحمد لله يا رب. دكتور، أنا أيضا أبي أستأذنك، أبي أستقبل من السادة المشاهدين اللي قاعدين يتابعونا من خلال هاشتاغ لعل الكويت، إذا عندكم أي سؤال خاص بالدكتور عدنان ووجود، إحنا ما ودنا نتعبك ونطول عليك، يعني نبي نخليك ترتاح، لكن من خلال وجودك اليوم في رسالة لازم يعني توصلها للسادة المشاهدين. اليوم وصلنا للحظر الجزئي، كونك يعني دكتور وأيضا لك، يمكن في ناس تقول لا والله ترى هذا مو فيروس، خلنا نطلع، إذا أنا بطلع بهالفتره قصيره ما راح يصير فيني شيء. حضرتك يعني دكتور ومن الصفوف الاماميه واصبت بهذا الفيروس ومو عارف هل هو من الطاقم الطبي، من وين هي الفيروس، شنو تقول للناس اليوم واللي قاعد تتابعنا؟ والله انا القرار العزل اللي فرضته وزاره الصحه ودوله الكويت علينا كان لمصلحتنا، عشان ناخذ فتره وتقدر الوزاره انها تستعد والدولة كلها تستعد لمواجهة هذا المرض. نعم. الحظر الكلي. نعم. المرض ما زال موجود، والموضوع إن شاء الله بيدنا. إذا إحنا قدرنا إن إحنا نقلل عدد، نقلل خروجنا أو احتكاكنا إلى الحد الأدنى حسب احتياجاتنا، نتجنب الدواوين والتجمعات، نأجل الزيارات إلى أن تنتهي هذه الأزمة بإذن الله، راح يكون هذا افضل. هذا افضل من ان الواحد يعيش تجربه انه ممكن يكون ضر امه او ابوه او اخته او اخوه او احد اولاده فالمرض هذا، او يمكن حتى لا سمح الله يشوف وفاتهم قدامه، راح يضطر يعيش مع اسرته كلها، اخوانه واخواته، وهو يشيل ذنب انه هو ضر او كان واحد من اسباب الوفاه لهم. نعم، يمكن هذا ضروري جدا ان الواحد يعني ما ياخذ الامور هذه بسهوله. صحيح، لا يتهاون الواحد، يتفائل ويتعاون مثل ما قال وزير الصحة، لكن يمكن من أصعب الأمور اللي يعني تصيب أي واحد مصاب بالفيروس بأن أول شيء يفكر بالناس اللي خالطهم، وهذا هي الصعوبة في الموضوع. هو يمكن ما يحاتي نفسه يقول والله أنا يمكن مناعتي زينة أو شيء، لكن أنت قاعد خالط مجموعة من الناس، كبار سن، غيره، ناس عندها أمراض مزمنة، وهذا يمكن الصعوبة. وحضرتك هم قلت نفس الشيء، أول شيء فكرت بأسرتك وعيالك. نعم، وهذه نصيحة أنا بعد أرسلها لزملائي، أن بقدر المستطاع ابتعد عن الاجتماع مع أسرتك. يعني أنا عارف الوضع وايد صعب، ولكن من الصعوبة أن يرجع الواحد البيت يقول حق عياله لا تسلمون علي. من الصعوبة أن هو أول ما يدخل يروح وهو مشتاق لهم وتعبان من اليوم، أن يروح يقعد بعيد عنهم. أنا كان عندي نظام يومي، كنت كل ما أرجع البيت أدخل من مكان خاص فيني وأتسبح وأرمي ملابسي كلها في الغسيل، وهالأشياء هذه كلها خليتها إن شاء الله بإذن الله وفرت على أسرتي هالمرض أنه يصيبهم. أنا أتمنى من كل طبيب ما يتهاون، وإحنا قدام الحين انفتاح جديد في وزارة الصحة وعيادات واستقبال إن شاء الله لمرضى جدد، فلا بد ان الواحد يحمي اسرته، هذا اهم شيء بالنسبه لنا، لازم ندير بالنا على نفسنا مثل ما احنا ندير بالنا على المرضى. نعم، انا يعني دكتور مع هذه النصيحه الذهبيه ايضا شفت روح التفاؤل اللي موجود عند حضرتك، وايضا رغبه في انك تعود للعمل من خلال التويتر الخاص فيك، شفت لك واتساب قاعد تقول متى اقدر ارجع للشغل. نعم، بصراحه الحمد لله بما ان انا اخذت تجربه وكان اخذ منها الايجابيه ان شاء الله. الحين انا اليوم اقوى من ما كنت، وان شاء الله انا قادر اكثر واحد من زملائي اني اواجه هذا المرض بحكم المناعه اللي راح تتكون عندي لهذا المرض. فانا احب اني انا انزل واخدم الناس واحمي زملائي بعد
من التعرض حق هالشغله، بحيث اذا كان في اي مرضى مخاطر عاليه اكون انا ان شاء الله في الوجه وانا الواجهه لهالشيء هذا، بحيث ان نقلل ضرر يصيب اي زملاء. انا افكر بعد بزملائي الكبار بالسن وزملائي اللي عندهم امراض مزمنه، واحاول ان شاء الله اني اكون انا البديل لهم في رعايه هذول المرضى. ان شاء الله اكيد هذه روح المعنويه الجميله الموجوده عند حضرتك وعند كل الطاقم الطبي وفي الصفوف الاماميه بدوله الكويت. انا ودي نتكلم يعني ونستغل وجودك بكونك يعني دكتور اطفال. احنا وايد نسمع ان الاطفال غير معرضين او نسبه مثلا تعرضهم للاصابه اقل، فالناس تستاهل في الموضوع. شنو تقول عن هذه النقطه بالذات؟ انا ما اعتقد ان نسبه تعرضهم او اصابتهم للمرض اقل. اللي يحصل ان الاطفال يتحملون المرض اكثر، والاطفال اصابتهم تكون ابسط، فهم بالعكس تجيهم الاصابه ولكن ما تظهر عليهم الاعراض بشده اللي تظهر على الكبار، زائد ان قليل منهم فقط اللي ممكن انه يدخل في مضاعفات تؤدي الى الوفاه، ولكن الوفاه في الاطفال حصلت وتم تاكيدها. حاليا في توجه عالمي في مراقبة المرض، يوجد متلازمة جديدة اسمها متلازمة التهاب الأعضاء اللي يسمى ملتي انفلاماتوري سيندروم، اللي هو التهاب متكرر في أكثر من عضو في الجسم، ويعتقد أن الكورونا واحد من الأسباب لهذا المرض، وهو يشبه مرض احنا نسميه كوازاكي يصيب القلب. هذا المرض بدأوا يلاحظونه لأول مرة في بريطانيا وأمريكا، وتم إعلان عنه عن طريق منظمة الصحة العالمية، وحاليا تحت الرقابة لأفضل علاج له. المرض هذا يتسبب حرارة 3 أيام في الأطفال، ثم طفح جلدي واحمرار في العين أو التهاب أو تورم في اليد والشفايف، ويسبب مشاكل في تخثر الدم ومشاكل في القلب للأطفال. في بعض الأحيان يؤدي إلى دخول الطفل إلى العناية المركزة. هذه واحدة من الأمراض الجديدة اللي احنا قمنا نلاحظها. فأنا من هالناحية هذه أقول إن لا تتهاونون حتى مع أطفالكم، الله يحفظهم، مع أن نسبة المرض هذا قليلة، ما زالت قليلة، وما زلنا في مرحلة نتعلم عن هالمرض هذا، ولكن لابد أن احنا نكون حريصين حتى مع الأطفال. ان شاء الله يا رب. اكيد يمكن يعني حتى الحديث عن يعني كورونا الحين احنا ما خلصنا منه، ويمكن في امراض للاسف يعني قاعده تنتشر، لكن يظل يعني هذا قضاء الله وقدره، وان شاء الله بحرصنا وبتكاتفنا كلنا وبالتباعد الاجتماعي الموجود، واليوم الناس اللي موجوده في بيوتها مع النظافه الشخصيه اللي مستمره، اكيد يعني ان شاء الله تبعد هذه الامراض بالنسبه للاطفال وكل يعني الاسره. كل الشكر دكتور على وجودك معنا. في كلمه اخيره توجهها تفضل. أسأل رب العالمين أن يرفع الغمة هذه عن بلدنا الحبيب ويشافي كل مريض يا رب العالمين. آمين يا رب. كل الشكر لك دكتور عدنان الهدلق على وجودك معنا، وألف سلامة وتقوم بالسلامة. شكرا يا رب. شكرا لاستضافتكم، وأشكر الأطباء القائمين على علاجي دكتور منصور الشمري ودكتور محمد العون، وأتشكر زملائي، وأتشكر إدارة المستشفى الصدري دكتور ريم العسعوسي وزملائي في المستشفى لدعمهم ووقفتهم معي والشعب الكويتي. جزاكم الله خير. حياك الله، والله يجزيك خير، وان شاء الله تطلع بالسلامه. وكل الشكر لك، وايضا لكل اخواننا المتواجدين في الصفوف الاماميه من منتسبي وزاره الصحه، وزاره الداخليه، كل من قاعد يقوم اليوم بدوره المختلف وين ما كان، في الجمعيات التعاونيه، في الوزارات المختلفه كلها. ان شاء الله كلكم تكونون من الصفوف الاماميه يا رب. احنا مكملين معاكم مشاهدينا في ليالي الكويت، عندنا لقاءات كثيره، لكن خلينا نطلع الفاصل نتواصل معاكم.